تتفاقم أوضاع السودان مع مرور الوقت وتصاعد حدة الاشتباكات والمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أوضاع بات يخشى إن طال أمد القتال أن تجر البلاد إلى حرب أهلية. تحذير جاء من الاتحاد الإفريقي خلال قمة الإيجاد في جيبوتي، والتي طرحت خطط جديدة لإنهاء الأزمة في السودان، تبدأ بوقف دائم للقتال وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء حوار سياسي يمهد لإنهاء الأزمة. للمزيد رحب بضيوفي من القاهرة عثمان مرجاني الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من باريس محمد الأصباط الكاتب الصحفي. أهلا بكما أستاذ عثمان. سأبدأ معك من القاهرة، كيف ينظر إلى تدخل الإيجاد وخطة الطريق تطرحها الآن وهناك منبر قائم وهو منبر جدة؟ تدخل الإيجاد في الأزمة السودانية الأخيرة، طبعا لديها سجل في أزمات سابقة، كانت الإيجاد مشاركة في المبادرة الأولى التي وصلت إلى اتفاق السلام في جنوب السودان، الأزمة الأولى التي انتهت باتفاقية نفاشا الشهيرة. لكن الآن تدخلت في الأزمة الأخيرة في الشهر الأول من بداية الحرب في السودان، وكونت وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جنوب السودان وعضوية رئيس جيبوتي ورئيس كينيا. هذه الآلية الثلاثية رفيعة المستوى عكفت على إعداد تقرير طوال الفترة الماضية، وعد التقرير الآن هو في يد منظمة الإيجاد. هذا التقرير حدد الطريقة التي تتعامل بها منظمة الإيجاد مع الأزمة السودانية. الطريقة التي اختارت الإيجاد أن تتعامل فيها مع الأزمة السودانية تختلف كثيرا عما هو يجري الآن في منبر جدة بالوساطة السعودية الأمريكية. فالوساطة السعودية الأمريكية الآن تحاول أن تتعامل مع الحرب القائمة الآن للوصول إلى وقف إطلاق النار، بمعنى أنها تختص حاليا في هذه المرحلة بوقف إطلاق النار. لكن الإيجاد حسب التقرير الذي توصلت إليه الآلية رفيعة المستوى تحاول أن تتعامل مع أزمة سياسية، مع الأزمة ما بعد الحرب وليس الأزمة الحالية، بمعنى آخر أنها لا تحاول أن تتداخل مع المجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بل وصفت هذا المجهود، قدرته، وصفته بأنه شريك لها في حل الأزمة السودانية. فهي إذن اختارت لنفسها المسار السياسي، نعم، وليس المسار العسكري الكائن الآن. إذن سيدرك لمنبر جدة المسار العسكري فيما يتعلق بوقف إطلاق نار الغلاء والتوصل إلى هدى ربما تكون دائمة فيما يتعلق بالشق السياسي للإيجاد. طب سيد محمد الأصباط من باريس، هل لدى الإيجاد الآليات اللازمة لجعل الأطراف السودانية تجتمع على طاولة المفاوضات؟ تحية لك وتحية للأستاذ عثمان مرغني ولمشاهديك الأعزاء. مع كل أسف الإيجاد لا تمتلك لا أدوات ضغط ولا آليات ولا خبرات لإدارة صراع وأزمة بهذه الشراسة والدمار والكارثية، وهي أزمة الحرب، أزمة حرب 15 أبريل في الخرطوم. الأسوأ من ذلك أن إيجاد، إذا نظرنا إلى تراتبية المؤسسات التي تحاول معالجة الأزمة، هي المنظمة الأصغر والأضعف والأقل إمكانيات دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا والأقل تأثيرا، وبالتالي ولا تمتلك أيضا أدوات ضغط لا على البرهان ولا على حميتي. إذا كان الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال هو أكثر فاعلية ولديه يعني تجربة غريبة جدا، وهي تجربة إقليم التجري في أثيوبيا، واستطاع الاتحاد الأفريقي أن يحقق اختراق. ولكن ما قامت به الإيجاد اليوم هو مجرد تشتيت للأوراق ومجرد بحث للقضية السودانية وإطالة للحرب وإطالة يعني معاناة السودانيين، وليس لإيجاد قدرة حتى على التواصل حتى مع قائدي الحرب في الخرطوم، بدليل أن بعد اندلاع الحرب بيومين عقدت قمة الإيجاد وطرحت خارطة الطريق وكلفت
الرئيس الكيني ورئيس جنوب افريقيا ورئيس رئيس جنوب السودان ورئيس الجيبوتي للتواصل مع البرهان وحميدتي والسفر الى الخرطوم للوصول الى دفع الفريقين الى التفاوض لوقف اطلاق النار، ولكن فشلا فشلا ذريعا لان قدراتهما متواضعه طبعا ومعروف. يعني اريتريا دوله متواضعه جدا، وجنوب السودان هي نفسها تعاني من مشكلات حقيقيه وتعاني من بغايا حرب اهليه، وكينيا لديها اشكالاتها ايضا، وهي ليس من الدول الوازنه في القاره وليس من الدول المؤثره. طيب هنا استاذ عثمان، كيف يجري الرد على كل هذه الملاحظات على مدى امكانيه نجاح وساطة الإيجاد؟ تعتقد أنه لسد الثغرات الأمر بحاجة إلى توافر دعم دولي؟ نعم، يعني هو لو كانت الإيجاد تحاول الآن التعامل مع الحرب الكائنة الآن في السودان، ربما فعلا سيكون من الصعوبة بمكان افتراض أنها قد تصل إلى تحقيق نجاح، خاصة أن هذا الملف الآن برمته تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الإيجاد غيرت الطريقة التي حاولت أن تتعامل بها مع الملف منذ بداية الحرب، حيث كانت تحاول أن تتوسط بين الأطراف لإنهاء القتال، لكنها عندما رأت أن ذلك من الصعوبة بمكان، تحولت العملية الآن خاصة في القمة الأخيرة إلى التعامل مع الملف السياسي. التعامل مع الملف السياسي ربما تتوفر للإيجاد خبرات سابقة، خاصة أنها كانت جزء من الآلية الثلاثية، التي كانت ترعى العملية السياسية الأخيرة في السودان، وكانت غارقة في تفاصيل العملية السياسية ولديها مندوب مستمر ويحضر كل الاجتماعات. وقبل ذلك كان لها أيضا سجل في جنوب السودان، هي تدخلت في الحرب بين الرئيس ونائب الرئيس في جنوب السودان، واستطاعت الوصول إلى تسوية سياسية بينهما. وقبل ذلك كما ذكرت قبل قليل، هي تدخلت أيضا في الحرب التي كانت في جنوب السودان قبل الانفصال، وتوصلت إلى اتفاقية نيفاشا. فكل ذلك قد يعزز وجودها، لكن بالضرورة هي منظمة شبه إقليمية، يعني منظمة صغيرة تضم 8 دول، وكانت متخصصة فقط في قضايا تتعلق بالتصحر والجفاف وما إلى ذلك، وتم تطويرها لتعنى بعد ذلك بقضايا السلام والتنمية والاقتصاد والتعاون الاقتصادي وما إلى ذلك، أضيفت لها كثير منه. طبعا هي لا تستقي قوتها الذاتية من عضويتها 8 أعضاء، إنما تستقي من اتصالاتها بالاتحاد الأفريقي، بالمنظمة الدولية الأمم المتحدة، وكونها مقبولة لدى الشركاء الدوليين. فأعتقد أن ذلك يعزز قدرتها على التعامل مع الشأن السياسي وليس قضية الحرب الكائنة الآن. طب فيما يتعلق بالشق السياسي هنا أستاذ عثمان، أليس مبكر الحديث عن أي اتفاق سياسي طالما أنه لا يزال بعيدا أو حتما سيأتي متأخرا، ثم ربما ستكون لنتائج هذا القتال حسابات جديدة مختلفة عما كان في السابق؟ أتفق معك تماما أستاذ طارق في هذا الطرح. أولا الشق السياسي الآن غير مطروح لا في منبر جدة ولا في غيره، بمعنى آخر أنه حتى القوى الداخلية السودانية لا تتطرق إليه. لكن بالضرورة، وهذه نقطة مهمة جدا، أن تكون هناك قوى سياسية مدنية في السودان تتعامل الآن في هذه اللحظة مع هذا الملف، لأن هذا الملف أولى مطلوباته أن يكون هناك تكتل مدني واحد، أن يكون هناك إجماع من القوى المدنية على صعيد واحد على الأهداف، ومحاولة ترسيم خارطة الطريق يمكن التعامل مع الشأن السياسي بعد نهاية الحرب، لأنه لا يمكن الانتظار حتى تنتهي الحرب وتضع أوزارها ثم بعد ذلك يبدأ التفكير في كيف التعامل مع الملف السياسي. أنا أعتقد الآن في هذه المرحلة هو ملف داخلي سوداني، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للقوى المدنية السودانية لتجميع ذاتها ووضع خارطة الطريق للتعامل مع هذا الملف بعد نهاية الحرب. لكن أن تكون هناك وساطة خارجية في هذا الشأن السياسي في هذا التوقيت، أتفق معك تماما أنه سابق لأوانه جدا. طيب أستاذ محمد، يعني هذه نقطة أساسية أتى على ذكرها الأستاذ عثمان، القوى الداخلية. لا نلاحظ بشكل بارز أن القوى المدنية القوى السياسية تظهر بالصورة وتظهر بأنها ربما تحاول أن تضع مجموعة من الأفكار تعمل على تجميع ذاتها كما ذكر الأستاذ عثمان، لأن ما بعد وقت توقف القتال ربما تظهر توازنات قوى جديدة
تختلف عما كان سادة سابقا، وقد لا تستفيد، قد لا تستفيد منه القوى المدنية الساعية إلى نقل السودان عبر مرحلة انتقالية ديمقراطية. وطبعا توجد قوى، يعني توجد قوى مدنية، هنالك الجبهة المدنية لإيقاف الحرب وتعيد أوراق الآن، وشكلت لجان فرعية لإعداد خطط وتصدر بيانات، يعني أصدرت أكثر من 4 بيانات أو 5 بيانات كما كان آخرها أمس. هذه الجبهة تضم منظمات مجتمع مدني ومنظمات مهنية وقوى سياسية وشخصيات مستقلة ونجوم مجتمع وإعلاميين، وهي جبهة عريضة يعني وتتسع يوما بعد يوم. وطبعا يعني تظهر بين تناقضات بين مكوناتها من حين إلى آخر، ولكن هي جبهة في حالة تشكل، من المتوقع أن يكون لديها دور فاعل. ولكن نعود إلى إيقاد. صحيح إيقاد هي كانت جزء من الآلية الثلاثية، لكن هي الجزء الأضعف من الآلية الثلاثية. الأسوأ من ذلك أن إيقاد تمثل دول، إذا استثنينا كينيا مثلا على سبيل المثال، بقية الدول هي دول دكتاتورية وجزء من النادي الدكتاتوري الذي يعني لا يمكن أبدا أن يكون لديه أي أثر في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في السودان. أنا ما زلت عند رأيي، أعتقد أن إيجاد ليست منظمة مؤهلة لأن تلعب دور فاعل في قضية معقدة، خصوصا بعد حرب 15 أبريل. الموضوع زاد تعقيدا. هناك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تغودان مسار كما ذكر عبر التصريحات والبيانات بأنه يحتمد سياسة الخطوة خطوة، وقف إطلاق هدنة ثم وقف إطلاق نار ثم حوار سياسي، مدعومة طبعا أو تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأفريقي ولا دعم من الجامعة العربية والأمم المتحدة. في هذه الحالة يمكن أن تكون هناك قوة إقليمية ومنظمات ذات أثر ووازنة ولديها قدرات ولديها خبرات حقيقية في إدارة أزمات أكثر، يعني أزمات معقدة مثل حرب 15 أبريل في الخرطوم. ولذلك أنا أعتقد أن القوى المدنية هي لديها الآن مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية في أن تتناسى كل الخلافات والتناقضات الداخلية والتباينات في الآراء وجهات النظر، وأن تمضي حثيثا في الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحدد فترة انتقال وكيفية إدارة فترة الانتقال ومعايير اختيار من يديرون فترة الانتقال والمكونات المدنية التي ستشارك في هذا الانتقال، سواء كان والالتزام بشكل صارم بإبعاد العسكر من العمل السياسي، وأن يكون لدى هذه القوى المدنية أنياب حقيقية ممثلة في النقابات وفي منظمات المجتمع المدني لتتصدى لأي محاولة لانتكاس التحول المدني الديمقراطي. مؤكد بعد الحرب سيعود المكون العسكري منهك إلى الساحة، وسيعود يعني يريد أن يحسن صورته التي أصبحت مخربة الآن وأصبحت قبيحة جدا لدى غالب السودانيين. 90% من السودانيين أو أكثر، ليس لدي يعني رقم مؤكد، ولكن غالبية السودانيين عانوا من هذه الحرب ودفعوا ثمنا غاليا، يعني فقدوا أهليهم ونزحوا وفقدوا منازلهم وفقدوا أطرافهم وبعضهم مفقودين، وبالتالي سيكون هناك حالة من الحنق على المؤسسة، على كل مكونات التي شاركت في هذه الحرب، اللعينة العبثية المجانية. وبالتالي على القوى المدنية أن تكون منتبهة للمرحلة المقبلة، وأن تكون قادرة على يعني امتلاك أدوات حقيقية لإدارة انتقال يعني يقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي. طب أستاذ عثمان، يعني هناك منبر جدة اليوم الإيجاد، وربما قوة مدنية تسعى لإيجاد مخرج لهذا الصراع. التعامل هذه المبادرات مع الجيش والمؤسسة العسكرية ودعم السريع على قدم المساواة، أي دون أن تصنف قوات الدعم السريع بأنها ميليشيا متمردة كما يصنفها اليوم الجيش، لا ربما يعاقب من المساعي والوساطات ويثير حنق المؤسسة العسكرية؟ أستاذ عثمان سمعتني السؤال الموجه طيب إليك. نعم 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 نعم، أنا كنت أتوقع موجه للأستاذ محمد. أعتقد أنه هناك فعلا مشكلة الآن،
التكوين الحالي السياسي ما بعد الحرب 15 أبريل لا يمكن أن يكون كما كان عليه قبل 15 أبريل. يعني هناك مشكلة حقيقية أنا أعتقد ستواجه المجتمع السياسي السوداني، أنهم لا يريدون التعامل مع واقع ما بعد الحرب إذا توقفت الحرب اليوم بنفس آليات وأدوات ما كان قبل الحرب. وأنا أعتقد أن هذه الحرب فاصل بين عهدين، بل ربما فاصل بين دولتين، فاصل بين عقليتين سياسيتين. لابد أن يكون هناك تغيير كامل. هذا التغيير لا يشمل فقط أساليب العمل، إنما يشمل أدوات العمل نفسها. يعني لا أتوقع يعني بالمنطق أن يكون هناك بعد حرب 15 أبريل، أن إذا بعد أن تتوقف هذه الحرب أن نعود لنفس التحالفات الحرية والتغيير، المجلس المركزي، الكتلة الديمقراطية، الكتلة الوطنية، وبنفس الآليات البيانات التي تصدر من هذه الكتل، ونفس الاستقطاب المدني السياسي الذي كان قبل الحرب. هذه اللعبة تغيرت تماما الآن، هناك واقع جديد. يعني كل الدول عندما تعاني من مثل هذه الحروب، حدثت في ألمانيا، في اليابان، في كوريا، عندما تكون هناك حرب كبيرة لابد أن تنتج واقع جديد. هذا الواقع الجديد يستدرك ليس فقط ما كان قبل الحرب، إنما كل ما كان قبل ذلك لعدة عقود ماضية. أنا أعتقد الآن هناك مرحلة تشكيل جديدة، هذه المرحلة هي في أيدي الساسة. إذا استطاعوا فعلا استلهام الحكمة والتقدم إلى الأمام بجرأة وشجاعة والتخلص من كل العقليات القديمة بما فيها عقلية إدارة الأزمة بالطريقة التي أشار إليها الأستاذ محمد الأصباط عندما تحدث عن المجموعة التي تكونت ليوقف الحرب واكتفت فقط بإصدار البيانات السهلة، كل ذلك هو من الماضي، الطريقة التي تعالج بها في الماضي النشاط السياسي. الآن مطلوب صورة مختلفة، تكوين جديد للدولة، تغيير قواعد اللعبة، الانتقال من مربع الانتقال إلى الوضع الديمقراطي إلى مربع تأسيس دولة. هناك فرق كبير جدا بين ما أقول انتقال إلى وضع ديمقراطي وتأسيس دولة جديدة تقوم على أسس جديدة، لأنه اكتشفنا الآن بعد هذه الحرب الخلل الكبير الذي كان في هذه الدولة التي لم تصمد. حرب جرت في 5 كيلومتر مربع داخل الخرطوم، أدت إلى تعطيل دولة بحجم قارة كاملة. الآن السودان هذه الحرب التي تسمع عنها وتراها في الفضائيات هي تدور في 5 كيلومتر مربع داخل العاصمة، مع ذلك شلت قدرة البلاد تماما، بلد بحجم قارة كاملة. إذن هناك خلل هيكلي، لابد أن يعالج هذا الخلل بعقلية جديدة، بفكرة جديدة. لكن العودة لنفس المسميات، لنفس الطريقة، لنفس أدوات العمل السياسي، أنا أعتقد ستنتج مزيد من الفشل، ولا تستطيع هذه البلاد أن تتحمل فشل أكثر مما هو موجود الآن. طب يعني هذا بالضرورة أستاذ محمد الأصباط من باريس، أن جميع ما جرى التوقيع عليه وأخيرا وآخر ما جرى التوقيع عليه كان الاتفاق الإطاري، لا يجب العودة إليه، يجب أن يؤسس لطريقة مختلفة كما ذكر الأستاذ عثمان، عندما تجتمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لتبحث في مستقبل السودان. لا، أنا لا أعتقد أن هنالك أي إمكانية للعودة إلى الاتفاق الإطاري. حسب قراءتي الشخصية المتواضعة جدا، أعتقد أن المشهد المسرح السياسي كله سوف يتغير تماما. أتفق مع الأستاذ عثمان مرغني بأن ما بعد الحرب لن يكون السودان ما قبل الحرب. الاتفاق الإطاري سيكون في خبر كان، اتفاقية جيبة ستكون في خبر كان، إعادة تموضع القوى السياسية والمدنية سيتغير، الخارطة سوف تتغير، ولكن لا يوجد طبعا سبيل غير بناء تحالفات، يعني غير بناء تحالف مدني. ما هو السبيل؟ يعني أنا لا أعرف ماذا يقترح الأستاذ عثمان مرغني. الطبيعي أن القوى المدنية والقوى السياسية تشكل تحالفات وتضع يعني لوائح لهذه التحالفات، وتضع ميثاق لهذا التحالف، وخطط وبرامج وآليات لهذا التحالف. لا توجد أي آلية للعمل السياسي، هذه هي الآليات الوحيدة المتاحة. اللهم إلا إذا كان يعني هنالك اللجوء إلى الآلية العسكرية مثلا أو أي آلية أخرى، ولكن الآليات المدنية معروفة هي أن تكون هنالك أحزاب ونغابات وقوى مجتمع مدني ونظريات مجتمع مدني تتشكل مع بعض وتكون جبهة، وهذه الجبهة تقوم بإعداد ميثاقها ولوائحها الداخلية وخططها وبرامجها. هذه هي الآليات الطبيعية في العمل السياسي المدني. لا، أنا لا أعرف آليات أخرى.
ربما يعني ربما يكون الاستاذ عثمان مرغني يعني مقترحات او طرق او اليات اخرى نحن لا نعلمها، ولكن هذه هي الاليات المتاحه. هذه الاليات تضم مكونات متناقضه، وهذا امر طبيعي عندما يعني تم يعني بناء قوى الحريه والتغيير في 2018 وتم التوقيع عليها في يناير 2019، تم تكوينها من قوى متناقضه، فيها قوى في اقصى اليمين وقوى في اقصى اليسار، ولكن كان هنالك هدف واحد هو اسقاط نظام المخلوع عمر البشير، وبالتالي برنامج الحد الادنى التف حوله كل القوى السياسيه. الان هنالك برنامج حد ادنى هو برنامج الانتقال المدني الديمقراطي. هذا البرنامج الان يتم التشكل، لم تتضح ملامح هذا التحالف العريض، ولكن بدا يتشكل هذا التحالف المدني الذي يضم يعني منظمات تقليديه ومنظمات حديثه وقوى مدنيه وقوى مجتمع مدني ومنظمات مهنيه وشبابيه ومراه وفئويه وطلابيه وما الى ذلك. هذا هو السبيل، وهذه الاليه المجربه، وهذه التي تعرفها الشعوب، يعني من خبرات الشعوب هذه هي الاليه. انا لا اعرف اليه اخرى غيرها، ولكن ربما يكون لاستاذنا عثمان مرغني يعني تصور اخر. طب عثمان، استاذ عثمان لديك تصور اخر؟ نعم، انا اعتقد انه كانت هناك اخطاء كبيره جدا في الفتره الاولى من الفتره الانتقاليه، ادت الى الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر، ثم بعد ذلك ادى هذا الانقلاب العسكري الى حرب تدور رحاها الان. انا اعتقد ان الخلل الحقيقي كان ان القوى السياسيه كانت تحاول وتستميت في هذه المحاوله ان تحتفظ هي بالقرار الرسمي في الدولة، بأن تدير هي الدولة. الواقع يحتم الانتقال من مربع الثورة إلى مربع الدولة، ويعني ذلك نقل السلطة من الكادر السياسي، من الفضاء السياسي، إلى الفضاء التنفيذي أو الفضاء التشريعي أو الفضاء المؤسسي. هذا يتطلب أن تكون هناك مؤسسات دولة تقوم بأعمال وليس تحالفات سياسية. سأقول لك على سبيل المثال، لو فرضنا أن الكتلة السياسية المدنية الموجودة الآن توافقت على ما يمكن أن يسمى الجمعية الوطنية لتكون هي الجهاز التشريعي الذي تقوم على منصته دولة جديدة، لأننا نحتاج في بداية أي دولة أن تكون هناك منصة تشريعية. المنصة التشريعية هي التي تنشئ المؤسسات، هي التي تصدر السياسات، هي التي تصدر قرارات، هي التي تكون مجلس الوزراء، هي التي تختار رئيس الوزراء. تصبح القوة لدى هذه الجمعية الوطنية التي تشكل جهاز رسمي في الدولة وليس تكتل أو تحالف سياسي. كان التحالف السياسي حرية والتغيير يستميت في الاستمساك بالقوة والفعل والقرار، وهذا أدى إلى الخلل والفشل. الآن مطلوب تغيير المسألة، بدلا من أن تكون القرار لدى الكتل السياسية والتحالفات السياسية، أن تنشئ مؤسسات دولة حقيقية تقوم هذه المؤسسات بإدارة الدولة، أن تكون هي المنصة التي تبدأ منها عملية بناء دولة وليس مؤسسات أو تحالفات سياسية، حتى تكون هناك دولة قادرة بعد ذلك أن تنتج الجهاز السياسي الذي يمكن أن يدير هذه الدولة. أنا أشكرك من القاهرة عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي، وضيفي من باريس محمد الأصباط الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكما.